ما هي أهم المهارات الأساسية لوقاية الأبناء من تعاطي المخدرات؟ أهلا وسهلا فيكم، سعيد بتواجدي معكم عبر الاتصال الهاتفي. المهارات الأساسية تعتبر التربية الصحيحة للأبناء هي جوهر المهارات الأسرية، إنقاذ الأبناء من تعاطي هذه المادة الخطيرة، أيضا ذلك لأنها تقطع شوطا كبيرا في كيفية وجود تلك المهارات في تعامل أفراد الأسرة تجاه هؤلاء الأبناء. تعتبر من أهم المبادئ كذلك التربية الصحيحة، وهي أن تعليم الأطفال منذ الصغر مبدأ الثواب والعقاب، إذا أصابوا العقاب وإذا أخطأوا، وكذلك أيضا البعد عن الأفعال والسلوكيات التي تقوم على تدليل هؤلاء الأطفال والمراهقين، أيضا إجراء حوارات، فتح نقاش مع الأبناء، أيضا جعلهم يفهمون الدور في عقولهم، أيضا في مشاكلهم حلها في البداية قبل تفاقم تلك المشكلة، معرفة خيالات هؤلاء الأبناء وما يحاولون التعبير عنه، وهذه من أهم المهارات التالية. أيضا هناك مهارة مهمة وهي الاحتواء العاطفي، وتعتبر من أهم المهارات الأسرية لإنقاذ أبنائنا من تجريب أو تعاطي المادة المخدرة، لأنها تحمي الأبناء بالعديد من الأسباب التي تؤدي إلى إدمان هذه المادة، وأيضا من السلوكيات الهامة في تربية الأطفال، أيضا تقوية الوازع الأخلاقي والديني للأطفال والمراهقين والشباب، تقوية أخلاقهم عن طريق تعليم مبادئ الدين الصحيح والبعد عن الانحراف الأخلاقي، مراقبة سلوكياتهم كذلك، تعتبر يعني مراقبة السلوكيات للأبناء والأفعال الخاصة بالأطفال والمراهقين والشباب، يعني الآباء دائما والأمهات يحاولون معرفة السلوكيات الغير طبيعية وكشفها في الوقت المناسب. طيب، ما هي أهم الأسباب التي تجعل الفرد يتعرض لخطر الإدمان؟ الأسباب أخي أنه في هناك أسباب للفرد نفسه، وأيضا هناك أسباب بيئية وأسرية. نأتي للأسرة، منها القدوة السيئة من قبل الوالدين، إدمان أحد الوالدين، التفكك الأسري، إهمال الوالدين لأبنائهم، من جانب البيئة أصدقاء السوء، الفراق، من جانب الفرد نفسه ضعف الوازع الديني، اضطرابات الشخصية، حب الاستطلاع والتجربة، هذه من أهم الأسباب لوقوع الأبناء في تعاطي وتجريب المادة المخدرة. كيف تستطيع الأسرة أن تكتشف بأن لديها متعاطي، أو ما هي العلامات الدالة على متعاطي المخدرات؟ طبعا متعاطي المخدرات يترتب عليه دلالات معينة، منها تغير في الأصدقاء مع ظهور مظاهر من العدوانية، الانسحاب والعزلة الاجتماعية، ضعف في التحصيل الدراسي، كسل، غياب عن الدراسة، عن العمل، أيضا زيادة غير مبررة في الحصول على المال، تذبذب وعنف في العلاقة مع الوالدين، الإخوان والأخوات، وجود، وهذه أهم، بعض الأدوات التي تستخدم في تعاطي هذه المادة المخدرة، أيضا وجود بعض الأعراض، العلامات، الآثار، إهمال في المظهر الخارجي، وفقدان الاهتمام بالأسرة ونشاطاتها، وانخفاض الرغبة والطموح للدافعين.